والله إدارة ترامب مش ناوية خير لأي حدا. أنا اسمي إيهاب، هاي اسمها سكاي. إذا كانت هاي أول مرة لكم بالقناة فبتمنى منكم إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. هلأ خلونا نبدأ فيديو اليوم. سلام. يوم الاثنين إدارة الجمارك والهجرة أعلنت وعملت تصريح حكت إنه الطلاب الدوليين الموجودين حاليا في أمريكا ورح ياخدوا دروسهم الفصل الجاي فصل الخريف أونلاين، فلازم يرجعوا على بلدهم وياخدوا الدروس من بلادهم، ما بدهم حد يضل موجود، واللي ما بسمع الكلام رح يلغوا فيستو ورح يرحلوا حتى لو كانت البلد اللي هو جاي منها فيها كورونا فيروس أكثر من أمريكا ووضعها صعب، لازم يرجع. يعني بعض الجامعات رح تعمل دروسها أونلاين، هارفارد مثال، والطالب اللي بيقدر يدرس من بيته يرجع على بلده ويدرس من بيته اللي في بلده، هيك بدهم. انتم متخيلين كم طالب بدرس فهم في امريكا من دول عربية ومن اوروبا ومن الصين؟ لكن الطريقة الوحيدة اللي تخليهم هون في امريكا شغلة واحدة، لازم ياخدوا دروس in person، لازم يروحوا جسديا على مكان وياخدوا الدرس. اذا جامعتهم ما بتعطي هذا الشيء لازم يلاقوا جامعة تعطي دروس بشكل شخصي، ووقتها ما بيكون عليهم مشاكل. بيحكوا ان الطلاب اللي بدرسوا انجليزي او حتى الدورات المهنية ما راح يكون مسموح لهم ياخدوا دروس اونلاين، ممنوع، لازم in person. طبعا قرار زي هيك ممكن يوصل المحاكم ويلغوه، يعني في احتمال انه يلتغي، لكن قرار جديد من ادارة ترامب. هلا ليش انا بتكلم في هيك موضوع وليش ترامب اصلا مغلب حاله بفكر بالطلاب الدوليين اللي جايين يدرسوا من برا؟ تقريبا ترامب بده يسكر جميع ابواب الهجرة، ما بده اي طالب يجي هون على امريكا ويدرس ويتخرج ويحاول ياخذ ال H1B وينافس الامريكي في مجال العمل. يعني بالمختصر ما بده حدا يجي يعيش الحلم الامريكي، واي مشروع ترامب راح يمشي راح يحكي هذا بسبب كورونا، انا بحافظ على ارواح الناس، انا بحافظ على الوظائف. يعني حجة كورونا حتكون موجودة في كل شيء، دراسة وغيره. لكن انت لو تفكر في الموضوع من طريقة ثانية، يعني اللي بيجي هون بيتغرب عشان يدرس وبدرس اونلاين وبصح له يدرس وياخذ الشهادة وكل شيء تمام، لكن من بلده مش احسن له؟ يعني لو تفكروا فيها، بضل الواحد بين اهله ودرس اونلاين وخذ شهادتك، لانه هذه احسن من الغربه واحسن ما تكون في دوله ترامب. لكن موضوع اليوم بده يفرجيك كيف ترامب بيحاول يقلل الهجره. اهم شيء عنده ما بدنا حد يجي على هاي البلد، لانه امريكا عنده بلد اللي خلفوه وفي كتير ناس بيعجبهم هذا الكلام، فهو بيسمحهم الكلام اللي هم بيحبوا بيسمعوه اصلا. على العموم انا ما بدي اطول فيديو اليوم اكثر من هيك، الله يعين الطلاب والله يعين الناس كلهم. اذا عجبكم الفيديو اعطوني لايك، ما عجبكم لانه انا اصلا مش عاجبني اعطوني ديسلايك، وان شاء الله بنشوفكم الفيديو الجاي. تحياتي انا والحجة سكاي، سلام.